يا هلا وسهلا فيكم على واحد الاحساء. اليوم بعرفكم على نادي كور في الساحل الشرقي. طبعا اغلب مؤسسين النادي من اهل الحسن. السلام عليكم. في البداية عرفنا عن نفسك وعن نادي كورفة الساحل الشرقي. سلام، فهد الشمري، من نادي عضو في نادي الساحل الشرقي للكورفة، ونادي رياضي ثقافي، وشاركنا ببطولات والحمد لله. أبشرك جبنا بطولتين خليجية، وعندنا أعمال خيرية كثيرة في خلال 2012. عندنا أعمال كثيرة ومعروفين وغنيين عن التعريف. متى تأسس الفريق؟ في عام كم؟ 2012. كم عدد الفريق؟ تقريبا حدود 75 أعضاء الفريق. 75. هل أنتم في جميع مدن الشرقية ولا بس مدينة واحدة؟ نعم، كل جميع مدن الشرقية، ومختصة فقط في سيارة الكور. نعم. جميل. ممكن تعرفنا عن في الفيديو هذا المعروض عن بعض الأشياء الموجودة فيه؟ هذا فيه إنجازات مختصرة لبعض إنجازاتنا في النادي الخليجية في الحلبات وجميع البطولات اللي قمنا فيها. هذا الكابتن محمد المتن من الأحساء، وحصل على عدة بطولات في الخليج. سألك عن أقوى بطولة شاركتوا فيها وحققتوا مركز. والله أقوى بطولة حققنا فيها المركز الأول اللي هي في قطر قبل 4 أعوام تقريبا. وبالنسبة للأبطال عندنا تقريبا كبير، يعني فريق يعني متكامل، يعني احنا مؤسسين الفريق هم من أهل الأحساء، يعني هم المؤسسين. طيب هل تذكر عدد البطولات وش اللي حققتوا؟ طبعا احنا البطولات اللي حققناها بطولتين، المركز الاول على الخليج على وبطولة في الرياض، 3 بطولات. جميل. مستقبلا هل في بطولة قريبة يعني بتشاركون فيها؟ والله فيه، بس على الموسم الجاي ان شاء الله في بطولة ان شاء الله، وفالنا البيرق ان شاء الله. تكلمنا عن السيارات الموجودة عندكم كورفت. هذه زيو 6 للكابتن يحيى، مزودة كلهم تقريبا. هذه معدلة في أمريكا طلبية للكابتن محمد أبو عبد الله، طالبها من أمريكا. تكلم لي عن سيارة الكورفت، شنو ميزة الكورفت؟ شمعنا أنتو يعني عشاق الكورفت، ش حبيتوا في السيارة؟ طبعا هذه السيارة أمريكية جي ام، وهذه سيارة نادرة ومميزة وعامة يعني تقدر تقول قريبة، لأنها سيارة جميلة في الشارع ونادرة في الشارع. ألاحظ الخودة، ايش فايدة الخودة هذه وكم سعرها؟ هذه من طبعا هذا للسلامة، يعني للسلامة في السباقات في الحلبات لازم ترتدي الخودة. كلمني عن أسعار سيارة الكورفت. الكورفت طبعا فيها فئات، وتبدأ من 300,000 في الوكالة، وهي طالع فيها فئات يعني. وشنها أقصى سرعة؟ أقصى سرعة لها حدود 320. هل السباقات يعني خاصة بشركة معينة مثلا الفورمولا 1 أو لا، هي لها بطولات خاصة فيها؟ لا، هي تعتبر سيارة لما تعتبر سيارة عادية، تقدر تستخدمها استخدام عادي شخصي، بس إذا أنت تبغاها للحلبات وللسباقات تسوي عليها تعديلات يعني. جميل. تكلم لي عن السلامة اللي في السيارة. طبعا فيها بالنسبة للسيارة فيها سيفتي عالي،
وفيها ابشن طبعا فل يجي فيها مواصفات جاي من الجبل جكتار، السلامه، السيفتي، الاي اس، يعني فيها جميع ارباقات، فيها سلامه عاليه وفيها مستوى من جميل. هل من كلمه اخيره تقولها في ختام هذا التقرير؟ والله انا انصح الشباب انهم يقتنون من الكورفت ويشوفون لذه الكورفت كيف احنا مقتنينها من الصغر يعني. الف شكر لك، يعطيك العافيه. هلا والله، مساء الخير جميعا. طبعا معاكم اخوكم مهند السلمان من نادي كورفت الساحل الشرقي. اليوم حاضرين فعاليه ارض الحضارات ومشاركين بعدد السيارات الموجوده الحالي. سيارتي كورفت زد او 6 2007. طبعا 2007 او الزد او 6 تختلف ماكينتها عن السيارات الشباب الموجوده. حجم الماكينه حقتها اللي هو 7 لتر، تختلف الله السفن. بالنسبه للسيارات الموجوده بعض الشباب ممكن سي 6 حجم الماكينه تختلف اللي هو 6.2. تكلم عن داخليه السياره. داخليه السياره طبعا هي امريكيه بالميل، زي ما انت شايف العداد حقها 200 بالكيلو، طبعا تقريبا 320. وهذا كل شيء عن نادي كورفت الساحل الشرقي، واتمنى اشتراككم في قناة واحد الأحساء اليوتيوبية، وفي أمان الله. معكم حيدر نادي كورفت الساحل الشرقي. والفيديو مصاح I'm not going to